السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للخطبة ورؤية المخطوبة، هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تضع ما يسمى بالمساحيق على وجهها عند الرؤية؟ هذه خديعة، ما يجوز لها تتصنع، ما يجوز لها تتصنع، وهو ما يكون بينه وبينها اتفاق أنه يراها، لأنه إذا صار في اتفاق تصنعت له وظهرت بالمظهر غير الحقيقي، أحسن أنه يأتيها غرة ويراها، ترصد لها. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،